السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا النهاردة هنفتح كتاب تواصل عشان هنراجع، يلا مع بعض افتحوا معايا صفحة 112. يلا بينا نشوف عايز ايه. بيقول لي لون كل حرفين متشابهين بلون متشابه، يعني هشوف الحروف اللي زي بعض وهلونها زي بعض بنفس اللون. يلا حضروا معايا 3 ألوان مختلفة. حرف ايه ده يا حبايبي؟ حرف الغين. برافو عليكم، يلا نلونه ونشوف الحرف اللي زيه ايه. يا ترى فين الغين اللي زيه؟ ايوه هو ده، برافو عليكم. ادي الغين في اول الكلمة والغين في اخر الكلمة. طيب يلا ناخد لون تاني ونشوف حرف تاني. حرف ايه ده؟ حرف الياء. برافو عليكم شطار، ده الياء في اخر الكلمة، يلا نلونه مع بعض. يلا نشوف الحرف اللي زيه، يا ترى فين الياء تانية؟ برافو، هو ده الياء في أول الكلمة، برافو عليكم شاطرين. نجيب لون تاني مختلف، يا ترى حرف ايه ده؟ حرف الهاء. برافو شطار، بس حرف الهاء بقى ليه كذا شكل، ادي الهاء في أول الكلمة، وادي الهاء في وسط الكلمة، وادي الهاء في آخر الكلمة، بس لو هتشبك في الحرف اللي قبلها وتمسك فيه، لكن دي الهاء في آخر الكلمة لو مش هتمسك في الحرف اللي قبلها. يلا بينا نشوف نشاط رقم 2. صل الصورة بالحرف المناسب، أعطيني مجموعة صور ومجموعة حروف، هوصل كل صورة بالحرف اللي بتبدأ بيه. يا ترى صورة ايه دي؟ غراب. غراب. يا ترى فين الغو ده؟ لا ده، لا ده، هو ده غراب، برافو عليكم. يا ترى صورة ايه دي؟ ظرف. ظ ظ ظ ظ. يا ترى حرف ايه؟ حرف الظاء، فعلا برافو عليكم، هوصل الظاء بالظرف، وقلنا الظاء صوته تخين زي الغين بالظبط، الاثنين صوتهم تخين لانهم الحروف المفخمة، غ غ وظ، بس هنا ده عشان غراب اوله ضمة فهقول غو غو، غراب ظ ظرف. يلا نشوف الصورة اللي بعدها. يد. يا يا يا، برافو عليكم، تبدأ بحرف الياء، وقلنا الياء صوتها رقيق، يا محدش يقول لي يا. طيب اسمها ايه دي؟ هدية. ها ها ها، برافو عليكم، بتبدأ بحرف الهاء، وقلنا برضو الهاء حرف رقيق، محدش يقول لي ها. يلا بينا نشوف نشاط رقم 3. انطق واضبط حركة الحرف بالشكل، يعني ايه؟ اعطيني مجموعة صور وعطيني مجموعة حروف، وعايزني أشوف الصورة دي بتبدأ بالحرف عليه فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون، وقلنا طبعا مش هينفع نبدأ بسكون. صورة ايه دي؟ هلال. برافو، هي هي، يبقى أحط على الهاء ايه؟ كسرة، برافو عليكم، هي هلال. نشوف الصورة اللي بعدها. ظبي. ظ ظ ظ، برافو عليكم، هحط فتحة، ظ ظبي. يوسفي. يو يو يو، برافو، هحط ضمة. غ غزال. غ غزال، فتحة، برافو عليكم. هدهد. هو هو هو، برافو شطار، ضمة بقى اسمها هي هلال. ظ ظبي. يو يوسفي. غ غزال. هو هدهد. يلا نشوف نشاط رقم 4. اكتب الحرف النطق، جايب لي كلمات ومنقص منها حروف وعطهاني فوق مش غير مرتبة، عايزني اختار كل كلمة بتبدأ بحرف ايه. ترى كلمة ايه دي؟ هرم. ها ها، برافو، بتبدأ بحرف الهاء، ادي الهاء في اول الكلمة، ها هرم. طيب صورة ايه دي؟ ظرف. ظ ظ، برافو عليكم، حرف الظاء في اول الكلمة، ظ ظرف، شاطرين، وهنا ها هرم. يد. يا يا يا، برافو، بتبدأ بحرف الياء، ودي الياء في أول الكلمة، يا يد. غو غو غصن. غو غصن، برافو، حرف الغين والغين في أول الكلمة وعليها ضمة، غو، يبقى ها هرم. ظ ظرف. يا يد. غو غصن. تعالوا نشوف نشاط رقم 5. خمن الهدية وصلها بالصورة المناسبة، في كده كل واحد ماسك هدية، يا ترى ايه الهدية اللي جوه دي؟ تعالوا نشوف معايا. طب يا ترى الولد ده لابس لبس رياضي، يبقى هيحتاج ايه؟ برافو، هيحتاج كرة، اكيد مش هيحتاج عوامة ولا هيحتاج الوان.
يبقى هنوصله بالكرة. الولد ده معاه ايه؟ معاه رسمة ومعاه فرشة، يبقى هيحتاج ايه؟ الوان، يبقى الالوان هي الهدية بتاعته. البنوتة دي لابسة ايه؟ لابسة مايو، يبقى هي اللي هتحتاج العوامة، يبقى الهدية بتاعتها ايه؟ عوامة. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا تمرين النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.